انتهى شهر رمضان وبقيت دروسه التي يجب ألا تنسى طوال العام. علمتنا مدرسة رمضان قيمة الوقت واستثمار الدقائق، فالصائم يسابق الأيام المعدودات بنفائس الطاعات، لا يخرج من طاعة إلا إلى طاعة أخرى، فما ينقضي يومه إلا وقد ختمه بأعمال صالحات مبرورات من صدقة وإحسان وصلاة وقرآن. ففي رمضان بتنظيم أوقاتنا قرأنا أذكارنا ودعونا ربنا وزرنا أرحامنا ونمينا عقولنا وهذبنا وغذينا أرواحنا وهذبنا أخلاقنا وسلوكنا. من دروس رمضان التكاتف والشعور بالآخرين وعلى رأسهم من يعانون من الأعداء المحتلين، أعداء البشرية في فلسطين عامة وغزة على وجه الخصوص. لا ننسى قضية فلسطين وغزة العزة والصمود، وما لا ننسى هذه القضية، فالقضية الفلسطينية مسؤولية الجميع، مسؤولية كل مسلم ومسلمة في هذه المعمورة. فيوم أن غابت هذه المسؤولية تجاه فلسطين عند حكام المسلمين، وقعت أرض فلسطين بين فكي الصهاينة والصليبيين الحاقدين ومن سار معهم وتآمر معهم من المنافقين، وسلم هؤلاء الحكام رقابهم لأعدائهم عندما تخلوا عن هذه المسؤولية. الدفاع عن الدين والعرض والأوطان واجب مقدس، والدفاع يتنوع كتنوع المعركة، فهناك دفاع بالسلاح وبالكلمة والصورة. وفي وقتنا الحاضر توسعت المعارك وأصبح أعلاها معركة الوعي التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم.